أول شيء أنا يشرفني أن أرحب فيكم وأشكركم على الحضور. ثاني شيء نحن بنتكلم عن استئناف الحضارة في منطقتنا. وأنا عندي وصفة من خلال تجربتي في القيادة والإدارة، وبقول وصفتي، ولكن كل واحد منكم عنده وصفة. والاستئناف الحضارة يريد له عمل من كل بلد، آلاف فرق العمل اللي تقوم وتشتغل مع بعض، ولكن نحن نبدأ التصور لربما أن الآخرين يعني يمشون ويانا. سمو الشيخ، تعلمون أنني لاحظت عن قرب الإنجازات المبهرة في دبي وباقي الإمارات العربية المتحدة منذ أول زياراتي في عام 1974، وكذلك أسعدني أن ألاحظ عن قرب إنجازاتكم شخصيا في هذا المجال. وسؤالي اليوم من شقين: أولا، ماذا تعتقدون كان أهم إنجازاتكم شخصيا في هذا المجال المهم؟ وثانيا، لماذا تعتقدون أن هذا كان أهم الإنجازات؟ وشكرا. عندنا في دولة الإمارات إنجازات كبيرة وكثيرة، اللي أنا ومحمد بن زايد وإخواننا نفتخر فيها، لكن أكثر شيء من الإنجازات هو الإنسان، صناعة القيادة من الإنسان. الإنسان اللي قادر على كل شيء. الإنسان يقدر على الاقتصاد، المال، البشر، فهو الإنسان. نحن عندنا وصل الإنسان عندنا في دولة الإمارات في المصاف الأوائل، وهذا هو اللي يسعدنا جميع. المؤسس طيب الله ثراه في بداية الدولة في تأسيسها كنا 40 خريج في من الجامعة، واليوم أبشرك أن فيه 77 جامعة. فتركيزنا على الإنسان، وأخي محمد بن زايد بعد هو تركيزه على الإنسان وفي صنع القيادات، وصنع قيادات نفتخر فيها. ثاني شيء أبشرك أن نحن عندنا مشروع للوصول إلى المريخ. وأنا سعيد جدا أن كل اللي في هذا البرنامج هم شباب ومواطنين وأعمارهم في العشرينات. وأي واحد يشك في هذا نحن ندعوه بزيارة هذا الشباب اللي نحن نفتخر فيهم. لعل أهم سؤال دايما يدور في ذهني عندما ينعقد هذا المؤتمر والكلام عن تحديث الحكومات والعمل الحكومي هو سؤال واحد مباشر دائما يشغلني، وأرجو أن تفسحوا صدركم له وأن تحاولوا الإجابة عليه ومساعدتنا في الإجابة عليه. هل نجاح الحكومات في الإمارات وفي المملكة العربية السعودية وفي الكويت والأخرى يرجع أن هذه الدول هي دول حديثة، دول غنية؟ هل هذه التجربة قابلة للتكرار في دول قديمة فقيرة مثل الدولة المصرية، مثل الدولة السودانية، مثل الدولة الليبية، مثل الدولة العراقية، مثل كل هذه الدول؟ هذا هو السؤال الذي يحيرني. هل التجربة ناجحة لسهولتها؟ عدد السكان أقل، الموارد أفضل، هل يمكن أن تكون هناك حكومة ناجحة في بلد فقيرة؟
في بلد بها عدد كبير من السكان، أم أن النجاح له أساس لا يتغير، يكون نفس النجاح في دبي وفي مصر وفي العراق وفي ليبيا وفي السودان وفي كل الأماكن؟ نسمع عن النجاحات ونسمع عن الإنجازات ونسمع عن قدرة على أتمتة الإدارة، أي أن تكون الإدارة كلها على الإنترنت وأن يستطيع الناس أن ينجزوا أعمالهم. هل يستطيع 90 مليون في مصر أن ينجزوا أعمالهم على الإنترنت مثل ما يحدث في دبي وفي أبو ظبي وفي الشرقة وفي أم القوين وفي عجمان وفي الكويت وفي المملكة العربية السعودية؟ هذا هو السؤال، نرجوكم أن تساعدونا. لو هذه القضية ممكنة في هذه الدول القديمة ذات الموارد المحدودة ذات القدرة السكانية الكبيرة، نرجو أن يكون هذا جزء من مناقشتكم في هذا المؤتمر الناجح إن شاء الله. شكرا سؤال لكم. سؤال طويل سموك، لكن أتمنى أن تكون الصورة واضحة. سؤال عمرو أديب ملغوم شوي. هو يتكلم عن الدول الغنية الصغيرة اللي طالعة هي اللي تقدر تقدم، وأنها اللي فيها شعبها كبير وناسها كثير هي صعبة أن تتعلم. أنا عندي مثال، الصين 1.3 مليار، والصين ثاني أقوى اقتصاد في العالم، اليابان ما عندها نفط، اللي هو يتكلم عن دول الخليج وعندها نفط، كوريا الجنوبية ما عندها نفط. فللنجاح عدد يعني أرقام كثيرة، والفشل رقم واحد وانتم تعرفونه. يقصد ليبيا، هو ذكر ليبيا، ليبيا غنية ولكن ما كان عندها إدارة. وشو وأنا يعني قلبنا على أهل ليبيا. بس يا عمرو أديب أريد أذكر لك شيء، أن دولة الإمارات وشعب الإمارات يحب مصر والمصريين. حتى أنهم علمونها لما كنا صغار. نعود سموك للأسئلة التي وردتنا مكتوبة، وهذا أيضا سؤال متكرر، كيف ترى سموكم دور ومسيرة مجلس التعاون الخليجي؟ في الماضي بكون صريح، في الماضي كان بطيء، ولكن يعني كانت مواقف جدا ممتازة، وقوف مجلس التعاون مع بعض في كثير من الأمور، ووقفته في احتلال الكويت وتحرير الكويت، مجلس التعاون وقف وجاب العالم معه. أنا مثل ما يعرف الأخ محمد ونتكلم، أصبحت فينا اليوم رسائل متبادلة، وكذلك نحن عندنا فرق عمل يعملون مع بعض. فمن هذا السبب وهذه المعرفة اللي أنا أعرفها، اليوم مجلس التعاون بقيادة الملك سلمان وكل القواد القيادات في مجلس التعاون، أنا أرى مجلس التعاون بيكون يعني في خير، ويكون لأثر على الأمة العربية وكل الدول العربية في المستقبل. وأنا أقول وأنا أجزم أن في خلال 4 سنين، لأن نعرف الوفود اللي رايحة وجاية،
سواء من أبو ظبي أو الكويت أو كل غيرها، نحن نعرف ونجزم أن في خلال 4 سنين بيعمل كثر ما عمل 40 سنة قبل. هذا أيضا سؤال تكرر صاحب السمو وهو في الشق الاقتصادي، ما رأي محمد بن راشد في مشروع السوق العربية المشتركة؟ لماذا لا يقود جهود تحويل هذا الحلم إلى واقع؟ وهل يؤمن أصلا محمد راشد بهذا المشروع؟ السوق العربية المشتركة دائما نسمع هذا الكلام، وكان أمنية. أما اليوم نصيحتي أن يتوقفوا عن السوق العربية المشتركة، هذا حلم قديم وزراء التجارة كذلك لا زالوا يجتمعون ويتكلمون ويحلمون بالسوق العربية المشتركة. اليوم نحن في 2017، العالم تغير، العالم تغير، أصبح سوق عالمي مشترك. لا، لأن أنا أقول لهم اتركوا خطابات السبعينات واتركوا حلم القديم، واللي يريد يفتح يفتح على العالم. ليش تريدون أن تفتحون بس على جيرانكم؟ ما دام العالم كله اليوم صار سوق واحدة وانتهت الحدود. إذا أعطيك مثل، يعني طياراتنا، طيارات الإمارات تحمل مسافرين من البرازيل للصين، في عندنا وطياراتنا الثانية تشغل من 260 مطار حول العالم. السياحة تجينا من كل دول العالم، التجارة مفتوحة، ما مثل عند بعض الناس اللي التجارة مغلقة وعدة أنفار، لا، لازم تكون هي مفتوحة. العالم خلاص افتح وامش، ناخذ بضاعة من الصين ونصدر إلى أفريقيا ونصدر إلى أمريكا الجنوبية. فالعالم اليوم أصبح صغير، فلا بد أنت أنك تكون وياه. أما اللي يريد يغلق على نفسه فهو بيكون الخسران. السوق مفتوح والسوق العالمية المشتركة واحدة. نعم. بدي أسأل الشيخ محمد بن راشد المكتوم عن هالفساد اللي في الدول العربية، كيف بدنا نطلع هذا يا سمو الشيخ؟ أخ فيصل، يعني الفساد إذا قال لك الإنسان أن في عضو في جسم الإنسان فاسد، يعني ما يقوم بدوره. وإذا كان وزير فاسد أو مؤسسة فاسدة أو إنسان فاسد، هو ضاري الفساد معناها الرشاوي، وهذه اللي كثير من الدول يعني تخلفت بسبب الفساد والرشاوي. وأنت تعرف الفساد في أي بلد كيف، إذا دخلت في المطار وشرطي المرور وهناك رشاوي أو شيء تعرف،
وأنا شفت بلدان دخلت وشفنا أن فيها رشاوي ولا استثمرنا فيها. فهذه يعني بس الغلط على القائد أن يشوف الرشاوي ويسكت عنها. ولكن في بعض البلدان هذا الفساد هو طبيعي ويفتكره من يفتكره أن من حقه يعني. لكن أوعدكم أني أنا ومحمد وإخوانه ما نرضى بالفساد أين كان. يعني خطر على بالي أيضا سؤال لك يا صاحب السمو، فاجأت أنت الجميع بالحديث عن الفساد وضرورة تغيير قبل فترة بزيارة لبلدية دبي، قمت على أثرها سموك بتغييرات كبيرة. البعض يعني رأى أنك بالغت في هذا التغيير لتأخر بعض هذه القيادات في يعني الحضور الصباحي، ما رؤيتك في هذا الأمر سموك؟ صحيح، البعض اللي بيعرف تسمع بيقول أني ربما استعجلت أو شيء، بس أنا بقولكم الحقيقة، نحن مسؤولين قدام شعبنا وعند الله أن ما نسكت عن الغلط. الإخوان في البلدية والمدراء اللي في البلدية يعني عملوا أشياء طيبة في السابق، وأنا شخصيا كنت أتابع بالمتسوقين السريين وكنت أتابع بالمراجعين، ومن سنة ونص نحن نحاول، فحتى بعض الأحيان نعطيهم برنامج أو عمل، فبعد فترة يقول لا محمد نسى وما يصير، والمراجعين يخبرونا بهذا الشيء، ولكن فراجعنا وشفنا وتأكدنا أنهم وصلوا مرحلة من السن اللي يبقى الواحد ما يهمه، خلاص هذا أنا وما حد بيقوم، ما بقوم عمر كرسية. فهذا ونحن تعرفون نحن كلنا يا أخوان نحب الدم الجديد، هم ما قصروا ولكن وصلوا إلى حالة تباطئ، فلجل هذا قاعدناهم وكرمناهم وشكرناهم. بالنسبة للمرأة العربية كيف يرى تطورها في العالم العربي؟ أنا قريت في تقرير قبل مدة أن النساء العاملات في الدول العربية 17%، وهذا شيء مؤسف. نحن عندنا الخريجات من جامعات فوق 70%، 75%. عندنا النساء اللي في الحكومة كذلك في هذا الرقم أو كما 80%، وعندنا من النساء اللي الوحدة بألف رجال. المرأة نص المجتمع، إذا أنت تعمل تقدر تتنفس برية واحدة، تقدر تمشي بس على جري واحدة، تقدر تشتغل بيد واحدة. نحن نحتاج للرجل
ونحتاج للمرأة اليوم إذا كانت الثلث. أنا أبشركم أن في السنين الجاية بيكون 50% من مجلس الوزراء نساء. سؤالي للشيخ محمد بن راشد الذي يقضي كل يوم مثلنا عنده 24 ساعة فقط اليوم، كيف يستطيع سمو الشيخ أن يستيقظ باكرا ليبدأ بممارسة الرياضة وركوب الخيل والدراجات، ثم بعد ذلك يذهب إلى المكاتب ليتفقد حضور الموظفين قبل بداية دواماتهم وبداية الدوامات، ثم يحضر اجتماعات في دبي وفي أبوظبي ويزور الإمارات الأخرى ويتفقد المشاريع ويرعى المؤتمرات ويجد وقتا ليجلس مع الناس في ولائمهم ويشاطرهم أفراحهم وأتراحهم، وفوق ذلك يلعب مع أطفاله ومع أحفاده؟ الشيخ محمد بن راشد، ال 24 ساعة اللي باليوم شلون تسويها 84 ساعة؟ نود نسمع منك السر حول تحويل ال 24 إلى 84 سموك. أخترك إنه عندنا في الإمارات مسؤولين الإمارات وشعب الإمارات 84 ساعة لبنينا أربع مدن مثل دبي وبنينا دولة الإمارات ثنتين. أنا بالطبع أمزح، ولكن تنظيم الوقت هو شيء مهم، لأن الوقت يذهب ما يرجع، ما تقدر تحكره، مثل العمر. ليش أنا مصر كل يوم لابد أن أتعلم شيء جديد؟ لأنك إذا ما قمت به طاف. فالوقت مثل الماء اللي في النار، إذا ما مسكته طاف. فلابد أن نحن نرتب أوقاتنا وتكون هناك عندنا فرص للرياضة والتأمل. أنا حتى لما أكون أتريض سواء على ركوب خيل أو مشي، أنا أتأمل حتى أقدر أقدم شيء لدولتي وشعبي. الوقت يعني مثل العمر، العمر إذا طاف ما يرجع مرة ثانية. فيجب أن نحن نجد ونجتهد. كلكم من بكرة لازم تقول أن الوقت يذهب وينقص من عمرك يوم، فلازم أنك أنت تكون مرتب أوقاتك ومتنظم. أقول شيء ثاني يا أخ محمد، أنا بقول لك شيء أنت تعرفه، هو النجاح 50%، والخمسين الثاني فشل منافسيك وعدوك.